عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم معاكم عن ما هي أفضل مدة للفيديوهات على اليوتيوب. يا ترى الفيديو القصير يجيب مشاهدات أعلى، ولا الفيديو الطويل يجيب مشاهدات أعلى، ولا مين فيهم اللي يحقق لي ربح أعلى؟ قبل ما أتكلم عن مين فيهم أفضل، عاوز أعرفكم كم نقطة. أول نقطة، اليوتيوب بيقرأ كل مشاهد وبيقرأ كل قناة، وعارف أنت بتفكر في إيه، وعارف أنت بتدور على إيه. فأنا لو بهتم بالكورة هلاقي دايما فيديوهات الماتشات والمباريات والإحصائيات بتاعتها بتظهر لي الأول، ولو بهتم بالأغاني هلاقي دايما حالات الواتس بتظهر لي الأول. ليه؟ لأن هو عارف اهتماماتك وعارف إمتى دخلت الفيديو ده وإمتى فوتت الفيديو ده. لو دخلنا هنا كده على اليوتيوب هلاقي حاجة إن أنا المحتوى متنوع مثلا، بس لو ركزنا مع بعض في الفيديوهات هلاقي فيديو زي ده. فيديو زي ده بيقولك هل هذا الفيديو مقترح جديد بالنسبة إليك؟ يمكنك مساعدتنا على تحسين يوتيوب ونديله نجوم، انا هديله 5 تمام. وبيقولك ادينا السبب ايه، فبيقولك مثلا غني بمعلومات، يبعث على الهدوء، ترفيهي، مفيد، ملهم، غير ذلك. انا بقول له هو بصراحة بالنسبة لنا كان يعني كان حلو، كنت مبسوط وانا بشوفه، فبقول له ارسال. اللي انا عملته ده بالنسبة للفيديو ده بيؤكد لليوتيوب ان الناس اللي داخلة تتفرج على الفيديو ده كلها مشاهدات حقيقية، لان اليوتيوب بيشك ان ممكن الفيديو ده يشتغل بطرق غير شرعية او يشتغل والناس محدش يتفرج عليه، فبيبعت الفيديو ده لناس تكون شافته مرة او اتنين او شافت حاجة من القناة دي، فبيبعت لك فيديو جديد من القناة اللي هي قناة متنفس مثلا، وبيقول لك قول لي رأيك عشان ياخد رأي عينة عشوائية. لو انا قلت غير مفيد معناها ان بقول له كل المشاهدات اللي فاتت دي كانت كده، ولو الناس كتير عطوا نجمة واحدة واتفقوا معايا في الرأي ده احنا بنقول اليوتيوب خلي بالك القناة دي مش اوكي، وكل فيديوهاتها ما يعني الناس بتشوفها وخلاص، لكن ما فيهاش حاجة تفيد المشاهد، بمعنى انه المشاهدات بتاعتها تمت كمشاهدة بس وليس كمحتوى هادف. يبقى اول حاجة عرفناها ان اليوتيوب بيقرأ كل مشاهد وعارف اهتماماته. الفيديو ده تقريبا 4 دقايق وكسور، فمش معناها ان الفيديو ده مهم لدرجة ان اليوتيوب يعمل عنه استطلاع او عينة عشوائية. طيب نبص كده لنقطة مهمة جدا، بالنسبة للفيديو الطويل افضل ولا القصير؟ انا افترض معاكم ان الفيديو الاطول هو افضل. طيب البث المباشر مدته لا يعني بتوصل لحد ساعة، البث المباشر للقنوات بيوصل لمدة ساعة، ما بيحققش مشاهدات عالية. ممكن وقت ما بيلبس لما بيحصل في ناس بتخش تلحق اول ربع ساعة وتطلع اخر ربع ساعة وتطلع، قليل لما بنلاقي حد استمر يشوف البث المباشر كله الا لو حدث مهم او مباراة مهمة او حدث جلل، ففي الوقت ده يبقى كده الفيديو الطويل ما بيحققش الهدف. دي نمرة واحد. طيب فناس تقول خلاص نعمل الفيديو دقيقة. ايوه دقيقة هتقول فيها ايه؟ هتصور صورة وتحطها وخلاص؟ الناس هتخش تلاقي الصورة ثابتة قبل الدقيقة ما تخلص هتكون الناس طلعت. حاجة تاني، حالات الواتس مدتها قليلة ومع ذلك بتحقق مشاهدات، وافلام الكرتون مدتها قليلة وبتحقق مشاهدات. بس ما تنسوش ان لو في مباراة كرة قدم ومدتها ساعة ونص او اكتر برضو بتحقق مشاهدات. يبقى احنا لسه مش عارفين مين افضل، الفيديو الطويل ولا الفيديو القصير. اليوتيوب بيحسب متوسط مدة المشاهدة، متوسط مدة المشاهدة يعني لو فيديو 10 دقايق اليوتيوب بيشوف الناس احتفظت بمشاهدة لحد الاخر ولا في الوسط ولا في اوله الناس طلعت. بمعنى هندخل على برنامج يوتيوب استوديو ونراجع مثلا من قناتي، في عندي فيديو كان زي الفيديوهات، هندخل من هنا زي ما اتعلمنا، هنخش الفيديوهات، عند الفيديوهات هنجيب الاحدث هنغيرها ونخليها الاكثر مشاهدة. احنا كده جايبين كل الفيديوهات، فقال لي ان الفيديو ده اكتر واحد عندي عامل مشاهدات، عامل 1246 مشاهدة، واخد 62 تعليق، واخد 89 اعجاب، ومرتين بس مفيش اعجاب. اوكي روح عند انتقال لاحصاءات الفيديو وتابعوا معي. اول واحدة مشاهدات الوقت الفعلي، وقت المشاهدة، عدد المشاهدات، الاحتفاظ بالجمهور هو ده اللي يهمنا. لو بصينا على الاحتفاظ بالجمهور
هلاقي ان في نسبه 50% من المشاهدين اللي هي على اليسار من نسبه 25 و75 و100%، في نسبه 50% او اقل شويه نقول 40 او نقول 30 شافوا الفيديو للنهايه. تمام، كل ما الوقت بتاعك فوق في ناس يعني اللي اتفرجوا على اول دقيقتين كان تقريبا نسبه في المية في المية، لكن اما وصلنا عند الدقيقه مثلا الثامنه او التاسعه بلاقي ان في نسبه 40% وصلوا لحد هنا، في حين ان الدقيقة مثلا نقول الخمسة في ناس مشيت على نسبة 25% من الناس اللي دخلت. يبقى بالشكل ده مش معنى ان الفيديو طويل او قصير هو اللي بيحدد لي الفيديو كويس ولا لا، والدليل ان انا ما خدتش نسبة 75% ولا 100% للمشاهدة لحد النهاية، يعني الفيديو ما كانش جذاب للدرجة اللي كانت ممكن تعمل بدل الالف كانت تعمل الاف. نرجع تاني لموضوعنا، مين افضل الفيديو الطويل ولا الفيديو القصير؟ الفيديو الطويل لازم يكون محتواه طويل زي مباراة كرة القدم، والفيديو القصير اللي هو خير الكلام ما قل ودل. مش معقولة ان احنا نحكم الموضوع بنسبة المشاهدة، وإلا ما كانش اليوتيوب بعت لك تقييم بالنجوم. دي حاجة. يبقى اللي احنا استفدناه النهاردة ان علشان اعمل محتوى هادف واعمل فيديو ينال مشاهدات وينال اعجابات وينال تعليقات، هي نقطة واحدة اللي تهمكم، اللي هي الفيديو مش بالطول ولا بالقصر ولا بعدد المشاهدات، الفيديو بمحتواه. عندك محتوى هادف، الفيديو هيخلي المشاهد يتمسك بيه لحد النهاية. عندك محتوى تافه، الناس هتتفرج في الاول وتسيب الفيديو في اوله وتمشي. يبقى من المفترض لما اعمل فيديو كأني بعمل ضيافة عندي في البيت، الناس تيجي تاخد واجبها، بحيث ان هو بدل ما يجي ماشي عند اول دقيقة يمشي عند الاخر. لازم يا جماعة تحتفظوا بالمشاهد، لازم المشاهد يفضل عندك في القناة، كل ما بيشاهد وكل ما بيستفاد عندك بيفضل لحد اخر الفيديو. لازم الفيديو يبقى تشويق، لازم ما تحاولوش ان انتوا تعيدوا الكلام تاني. لما تقولوا لحد اهلا بيكم في قناتي واشتركوا فعلوا الجرس وكده، خلوا الكلام ده في الاخر، ما تحطهوش في الاول. في الاول انت بتضيع دقيقة او دقيقة ونص مقدمة، واهلا بكم في قناتي وانا سعيد ان شفتكم النهاردة والسلام والكلام، واتمنى انكم تعملوا اشتراك وتعملوا لي اعجاب، ولو في تعليقات انا معاكم. طب هم هيشتركوا لايه ولا يعجبوا لايه؟ اول حاجة سيب الناس تشوف المحتوى، وبعدين اطلب منهم كده او هم من نفسهم هيعملوا الاشتراك وهيعملوا الاعجاب وهيحطوا التعليقات. اتمنى النهاردة اكون فدتكم، وفي النهاية بقول لكم ان هي افضل مدة للفيديو على اليوتيوب هي المحتوى. الفيديو الطويل حسب محتواه والقصير حسب محتواه، فخلوا المدة على حسب المحتوى، وبلاش اللت والعجل وبلاش الاسهاب في الكلام. واسف اذا كنت طولت عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ازاي انشئ قناة من البداية، وازاي اغير اسم قناتي، وازاي اجذب عدد مشاهدين زيادة بقناتي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.